للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية. دكتورة نهى، يعني زيارة الرئيس القبرصي إلى القاهرة هي تعتبر محطاته الثانية منذ انتخابه كرئيس والأولى للمنطقة، فكيف تقيمين أهمية هذه الزيارة؟ أهمية هذه الزيارة هي استمرار للعلاقات التعاونية بين البلدين، علاقات تسودها المودة والصداقة وأيضا تحكمها المصالح. نحن أمام دولتين يسعيان إلى التقدم، يسعيان إلى التعامل مع غاز الشرق المتوسط بحكمة شديدة. قبرص تشيد دائما بدور المصري في منتدى شرق المتوسط، أيضا هناك يعني يشتركون في البحر الأبيض المتوسط بما فيه من مصالح وما فيه من منافع وما فيه أيضا من تحديات أمنية. كل ذلك تعمل الدولتان بتعاون شديد جدا من أجل تنمية كل الثروات في البحر الأبيض المتوسط وأيضا من أجل درء كل المخاطر التي قد تأتي. في هذا التوقيت يعني ومع التغير العالمي الذي يحدث في التشكيل العالمي أو النمط العالمي وورقة الطاقة التي أصبحت أهم يوم بعد يوم، كيف يمكن يعني استثمار آلية أو الآلية الثلاثية بين مصر والقبرص واليونان، استثمار هذه الآلية في هذا التوقيت برأيك دكتورة؟ لقد بدأ استثمار هذه الآلية بالفعل منذ أن بدأت بالأخص الحرب الروسية الأوكرانية وتعرض أوروبا إلى أزمة شديدة من الطاقة. كان غاز الشرق المتوسط هو جزء من الحل التي استندت عليه أوروبا لحل مشكلة الطاقة فيها، وكانت يعني الدول أو المنطقة مستعدة لذلك لأن كان هناك يعني إرادة سياسية لأن يكون لنا دور في حل الأزمة، وأيضا كان هناك استراتيجية واضحة للتعاون بين الثلاث دول. بدأت بتحديد الحدود البحرية، ثم بدأت في المشاريع المشتركة، ثم بدأت في مشاريع تسهيل الغاز، وإحنا عارفين أن مصر هي عندها طاقات لتسهيل الغاز عالية جدا. كل دواء تساعد في حل أزمة أوروبا وأن تستطيع أن تتخطى هذا الشتاء مع كل ما تعرضت له من منع الغاز الروسي. الحقيقة أن الوفد المرافق لرئيس القبرصي يقول كثيرا عن رؤيته لهذه الزيارة، معه وزير الخارجية القبرصي، وزير الطاقة القبرصي، وزير التجارة والصناعة القبرصي، هذا بجانب إلى المتحدث يعني باسم حكومته. هذا الوفد رفيع المستوى دكتورة، ما الذي يقول عن أهداف هذه الزيارة؟ يعني وفد بهذه القوة معناه أن قوة العلاقات وما تستطيع هذه العلاقات من أن ينتج عنها من مصالح مشتركة. لو بصينا لتركيبة الزيارة اللي جاية هنشوف أنه ده معناه أنه هناك سعي لاستثمارات مشتركة، هناك سعي إلى تعاملات مشتركة، بالإضافة طبعا إلى ملف الطاقة. أخيرا يعني تم التوافق على تدشين منتدى عمل مشترك بين الجانبين. الحقيقة أنه رقم التجارة بين الجانبين أعتقد أنه به أفق لزيادته، إلى أي مدى هي نقطة هامة ومرحلة هامة في العلاقات لتدشين هذا المنتدى، منتدى عمل مشترك بين الجانبين؟ بالفعل الملف الاقتصادي ومثل هذا المنتدى سيستطيع أن يعطي زخم للملف الاقتصادي، وسيجد الفرص بين البلدين سواء على مستوى التبادل التجاري، سواء على مستوى الاستثمارات المشتركة، سواء على مستوى التصنيع المشترك. احنا عارفين أن مصر كمان بوابة لأفريقيا بعد اتفاقية التجارة الحرة، ممكن تكون في تصنيع مشترك يعني كومودتيز مختلفة. أيضا نحن أمام دولتان لديهم إرادة سياسية من الجانبين، شعبين متحابين. مصر من الدول اللي كان دايما ليها مساندة للموقف السياسي القبرصي على المستوى الدولي. كل دوت الحقيقة بتضع قبرص بالحسبان، وعشان كده شفنا انه حتى ما خرج من قبرص قبل الزيارة كان مليء بالود والترحاب وبالسعي لتوطيد العلاقات اكثر واكثر مع مصر على جميع الأصعدة. شكرا لك دكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية، كانت معنا عبر الهاتف.